مرحبا بكم أصدقائنا متابعي قناة هل تعلم علوم وتكنولوجيا الأعزاء في فيديو جديد. أصدقائنا اليوم سوف نتعرف على عالم الزراعة وكيفية إنتاج المحاصيل بشتى وكافة أنواعها. لذا أصدقائنا استعدوا إلى عالم مشوق وممتع في هذه الحلقة. هيا بنا لنبدأ سريعا. هذا روبوت يشبه الكلب لكنه روبوت مذاواة الحقول، لن تمرض ولن تحتاج للكمامة. أما عن حصاد القطن فيمكنكم أن تشاهدوا، أما هذه فهي عملية حرث وزراعة في نفس الوقت. يا إلهي، إنهم يستغلون الموقف كما ينبغي. حصاد الخيار من الأنواع الجميلة والرائعة من أنواع الحصاد. شاهد كيف تتم بكل سهولة وسلاسة ومنظره الخلاب. هذه مياه متراقصة لكنها ليست كذلك، بل هي عملية مداواة هذه الأشجار بالمبيدات الحشرية. أما هذه فهي تأكل العشب. نعم تأكله، شاهد بعينيك. ماذا عن هذه الآلة؟ إنها تقوم بجمع كل تلك الأعشاب والقش والأحطاب في مكان واحد لتقوم آلة بعدها بجمعه في بالة تبن. هذه عملية حرث لم أشاهدها من قبل، كبيرة ورائعة وذكية في نفس الوقت. وهذه عملية زراعة مثالية، كم هؤلاء رائعون. وإذا كان لديك هذا الجرار فيمكنك أن تحرث وتسقي آلاف الهكتارات في ساعة واحدة. إذا كان لديك هذا المثقاب فيمكنك زرع الكثير من الأشجار في منزلك، شاهد. عملية تشديب رائعة جدا للعشب. مثالي أيها البطل. على ما يبدو هذه عملية حفر الآبار، إنه مثقاب رائع جدا. ثقافة الزراعة تأتي في البلدان المتقدمة. نعم إنهم يستثمرون كثيرا من أجل هذه الآلات. شاهدوا هذه الآلات الحصادة. هذه الآلة قد تبدو لكم حصادة صغيرة، لكنها حصادة مخصصة للمنحدرات الصعبة. ماذا عن حبات بذور عباد الشمس؟ هل شاهدتم يوما كيفية الحصاد؟ إليكم الطريقة. رائعة جدا. هذا روبوت رائع جدا. إنه يمر بين الشجيرات، يقوم بقطف الثمار الناضجة وترك الشجيرات في مكانها. هذه الآلة هي آلات زرع حديثة، تنقل الشجرة من مكان إلى مكان آخر دون أي عناء يذكر. يأتون بحبات الكرز هنا أو التوت البري، يقومون بغسلها، تنقيتها، وبعد ذلك توجيهها إلى مكان آخر ربما للعصر.
عملية حصاد، أي نعم، لكن ماذا تفعل راية الولايات المتحدة هنا؟ حبات الفاصوليا من الأشياء الممتازة جداً، لكني لم أشاهد عملية قطفها قط. شاهدوا معنا كيف يقومون بقطفها. الكثير من الخضروات لديها طريقة مثالية لقطفها، وما تشاهدونه أمامكم هو اللفت. ماذا عن المنازل الخضراء؟ أقصد هنا حبات الطماطم التي تكون داخل المنازل. شاهدوا عملية تنقيتها وانتقائها بعناية. الكرم من الأشياء الجميلة والتي لدينا طلب كبير عليها، يقومون بالاعتناء بها جيدا. شاهدوا. هؤلاء العمال يقومون بأحسن ديليفري ستشاهدونه، نقل حبات الموز إلى الصهاريج وبعد ذلك إلى المصانع. أما في الحقول الأخرى فحدث ولا حرج، مثلا حقول البطاطا هاته. الخوخ، ومن لا يعرفه؟ شهدوا عملية إنتاج الخوخ. في هذا المصنع تقوم آلات بالإضافة إلى أيادي عمال بشريين بتنقية هذا الخوخ جيدا وتوجيه إلى السوق. وهذه طريقة أخرى مبتكرة بالذكاء لكي يقطف لنا حبات التوت. هذه الروبوتات مبرمجة لأخذ الحبات الطازجة فقط. ماذا عن طريقة تقطيع هذه البراسيم؟ هذا حقل للبطيخ البلدي. البطيخ المحلي شهي ولا يحتاج إلى الماء كثيرا، لذا فهو يوفر لنا دخلا رائعا جدا. شاهدوا العمالة. ما تشاهدونه أمامكم كأنه مصنع حديث، لكنه مجرد جرارين. وهذا ما تشاهدونه أمامكم هو الرمان. في هذا المصنع يقومون بعزل حبيبات الرمان لوحدها لصناعة شراب الرمان. هذه طريقة مثالية لقطف ثمرة تفاح دون أن تتأدى، هي عملية الشفط. يقومون بغسل التفاح، تنقيته وتنظيفه من كل شيء، وبعد ذلك توجيهه إلى المصانع. ماذا عن الكرز؟ الحصاد يكون عن طريق آلة الهز. تتناثر حبيبات الكرز، يأخذونها، وبعد ذلك تذهب إلى المصنع، يقومون بغسلها وبعد ذلك توجيهها إلى البيع. شاهدوا كيف يقومون بحصاد هذه المحاصيل. طريقة فريدة من نوعها، سلسة وسهلة. أصدقائي، نترككم مع بقية الفيديو، نقول لكم فرجة ممتعة. سنلتقي غدا في حلقة جديدة وعلى نفس الموعد ونفس القناة، فكونوا في الموعد. إلى اللقاء.